السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذا العدد الجديد اللي رايح نتحدث على بطاقة إقامة كتاجر، وهذه البطاقة خاصة بالجزائريين والتونسيين وإخوة المغاربة. يعني نوضح لكم نقطة معينة لتقدر تعطيكم إمكانية أنكم تتحصلوا على بطاقة إقامة كتاجر حتى وإن كنت في بلدك. طبعا الشروط أو المواضيع أو القوانين تختلف، ولكن سؤال مطروح اللي تلقيته عدة مرات: هل يمكن لجزائري أو تونسي أو مغربي مقيم بالجزائر أو بتونس أو بالمغرب أنه يتحصل على بطاقة إقامة كتاجر هنا بالأراضي الفرنسية؟ ثم هل يمكن لجزائري أو تونسي أو مغربي متواجد على الأراضي الفرنسية بدون وثائق، هل يحق له إنشاء أو شراء مؤسسة لأجل الحصول على بطاقة إقامة؟ هذه أسئلة متعددة وسأجيب عليها في كل مرة. يعني خصصت فيديو في كل شهر خصيصا لأصحاب الشركات والمؤسسات والتجار والحرفيين إلى غير ذلك. اليوم نعطيكم نظرة عامة ومهمة مفصلة وقوانين لتحدد لكم إمكانية الحصول على بطاقة إقامة أو عدم أو الحصول عليها. إذا نبدأ أول شيء، التجار في الأراضي الفرنسية اللي متحصلين ولا اللي يحبوا يتحصلوا على بطاقة إقامة، قضية بطاقة إقامة على أساس أنك تاجر هي مبنية أو مرخصة طبقا لقانون سيزودا. قانون سيزودا هذا أنشأته فرنسا في بالتحديد في 2 نوفمبر 1945، يعني هو قانون قديم جدا قبل استقلال الجزائر وقبل استقلال تونس والمغرب. كانت وضعت قانون للأجانب باه يقدروا يدخلوا لفرنسا ولا يخرجوا من فرنسا، يقولوا لو كود دونتري اي دو سيجور دي زيترونجي اون فرانس، قولوا له السيزودا اللي قلت لكم صدر في 2 نوفمبر 1945. طبعا تم تعديله في عدة مرات في 1962، في السبعينات، في الثمانينات، ولكن آخر تعديل مهم جدا لهذا القانون تم في 24 نوفمبر 2004. هذا آخر تعديل تم، يعني القانون اللي راهم يخدموا به حسب التعديلات الأخيرة اللي راهي كانت في 24 نوفمبر 2004. اشفوا على الأمور هذه لأنهم يهمكم باه تقدروا تركبوا قضية وتحصلوا على بطاقة إقامة على تاجر. ثم بعض الدول مضت اتفاقية مع فرنسا، منها الجزائر. تونس والمغرب كانوا مستبعدين من الاتفاقية، ولكن الجزائر أمضت اتفاقية في 27 ديسمبر 1968. هذه الاتفاقية نظمت طريقة دخول وخروج التجار والحرفيين من في فرنسا إلى الجزائر، وهذه الاتفاقية تسمح وتمنح الحق لكل جزائري حتى وإذا كان ما عندوش وثائق إقامة أنه يشري شركة أو يشري شركة أو يشري مؤسسة باه يتقدر يتحصل. طبعا باه يشري مؤسسة لازم يكون البيلون تاعها بوزيتيف، نوضحها في أعداد أخرى، ولكن الجزائري يحق له شراء بدون الحصول على أي ترخيص، لا من طرف القنصل لا من طرف لا بريفكتور. طبعا اما الاخوه المغاربه والتونسيين كان لازم عليهم يتحصلوا على ترخيص، يقولوا له لا ديكلاراسيون بريالابل في لا بريفكتور بور لا كرياسيون لاشا دان فوند كوميرس. يعني الجزائري كان يقدر يشري شركه بدون الحصول على هذا التصريح، تصريح بشراء، تصريح كما يقولوا بشراء مؤسسه من طرف لا بريفكتور وليس في القنصليه. دونك المغربي والتونسي كان لازم عليه يروح لا بريفكتور ويطلب تصريح باه يعطيه له يقدر يشري مؤسسه وينشا كما يقولوا يدير كارت ريزيدونس اون كاليتي دو كوميرسون، طبعا بعد شراء المؤسسه او الشركه. اما الجزائري فكان لا يحتاج، الا ان القانون اللي صدر في 2 جانفي 2014 سمح لكل اجنبي سواء مصري سواء عربي سواء افريقي سواء من اي دوله اجنبي مهما كانت صفته، المهم اجنبي على فرنسا معناتها ماهوش فرنسي، انه يقدر يشري مؤسسه هنا بفرنسا ويخدم بها ويتحصل على وثائق طبعا بعد توفر بعض الشروط. والقانون اللي صدر في 2 جانفي 2014 سمح للاخوه المغاربه والتوانسه انهم يكون عندهم نفس الحقوق كالجزائريين بالاراضي الفرنسيه
وينشئوا مؤسسة ويتحصلوا على بطاقة إقامة كتاجر أو كحرفي على حسب المؤسسة ونوعها، إذا كانت مؤسسة حرفية ولا مؤسسة تجارية إلى غير ذلك، وشرحتهم في أمور في أعداد سابقة في هذا. ولكن شراء مؤسسة في الاتفاقيات ولا كما يقولوا في قانون السيزودا يقول لك باه تقدر يكون عندك ان كارت دو ريزيدونس اون كاليتي دو كوميرسون، لازم يكون عندك فيزا لونج سيجور، لازم يكون عندك فيزا لونج سيجور. ولونج سيجور منظم في قانون سيزيدا تحت قانون ولا لارتيكل ال 213 تيري 10 نيميرو 2، هذا هو اللي كان تروحوا في الانترنت ديروا بحوث على لارتيكل ال 313 تيري 10 نيميرو 2، يتحدث على تاشيره المدى الطويل يعني فيزا لونج سيجور، هي اللي تحدد يعني حتى اذا كان شريت مؤسسه. دونك كما يقولوا من قبل 2014 التونسي والمغربي لازم عليه يتحصل على تصريح، كي يتحصل على تصريح ويروح يشري شركه، بعد ما يشري تلك الشركه لازم انه يتحصل على ايضا على فيزا لونج سيجور. وبالنسبة للجزائريين حسب الاتفاقية تاع 68 نفس الشيء، لأن في الاتفاقية المبرمة بين الجزائر وفرنسا في 27 ديسمبر 1968 والمادة 9 من نفس الاتفاقية أيضا تثبت ذلك ولا تفرض على كل جزائري أراد ولا شراء مؤسسة هنا بالأراضي الفرنسية، الارتيكل 9 من نفس الاتفاقية تقول لازم تكون حاصل على الفيزا لونج سيجور. هذا من ناحية أخرى. ولذلك اليوم في وقتنا الحالي لازم تفهموا باللي القانون الفرنسي في 2014 خلى لكل أجنبي يشري مؤسسة، يعني بمجرد أنك تتحصل على مؤسسة على وثائق كما يقولوا على الكابيس، يعني بعد شرائها راح تدير كلش باسمك، الكابيس ديكلاراسيون دامبو لافيلياسيون كلش ديرو، وما يسحقش يعني كلش العملية كلها عملية تسوية الوضعية على أساس أنك صاحب المؤسسة الجديد من الكابيس من مديرية التجارة الضرائب إلى غير ذلك، تقدر تقوم بجميع هذه الإجراءات القانونية بدون الحصول على بطاقة إقامة. ولكن به تقدر تحصل على بطاقة إقامة لازم يكون عندك فيزا لونج سيجور. وطبعا هناك الكثير من الثغرات وهناك الكثير من التقنيات اللي تقدر تخليك تشري بلا لونج سيجور، وكيف تقدر دير لو دوسي وتطلب لونج سيجور. من بين النقاط المهمه اللي حبيت نشرحها في هذه النقطه انه لي بريفي كما يقولوا هنا في فرنسا، اذا كان شريت مؤسسه وكان عندك الكابيس ودرت لي ديكلاراسيون تروح دير لا ريغولاريزاسيون تيتر اكسبسيونيل ما يقبلها لكش، يقول لك جيب لي فيزا دي، لان فيزا دي اللي هو فيزا لونج سيجور مبرمج ضمن قائمه الشروط المطلوبه باه يسويو لك الوثائق. ويقول لك هما يبنيوها بزاف، يقول لك الفيزا دي بور الكوميرسون لازم يكون عنده الفيزا دي بارابور على لوا ال 213 تيري 10 نيميرو 2 يشرطها. في بعض المحافظات تظهر لك يعني كاين بعض المحافظات محافظ حتى واذا كان ما عندكش الفيزا دي يفوت لك دوسي، ولكن 1% برك اللي يفوت لك دوسي، ولكن ماشي الجميع. في بعض الاحيان تلقى واحد يقول لك انا نو فيزا سي يعني فيزا توريستيك قدرت نتحصل على بطاقه اقامه على اساس اني تاجر. نعم يمكن ذلك، ولكن اذا كان ظهرك كان مليح، اذا كان البريفي اللي دار لك ليتي دوسي ولا المصلحه يعني ما عقدتش الامور فوت لك، ولكن في حقيقه الامر لازم يكون عندك فيزا دي. الامور هذو لازم يكون عندك نظرة واسعة باه تقدر حقيقة تتحصل على هذه البطاقة إقامة على تاجر. وأنا شخصيا نقول للناس دو بريفيرونس قبل افون دو بلونجي فو سافوار ناجي، قبل ما تروح تطلب هذه الوثائق ولا تشري مؤسسة، لأن شراء مؤسسة وشركة بفرنسا فيها واحد 100.000 أورو 80.000 أورو سي شير سا كوت شير، دونك راح ترمي 100.000 أورو. وإذا كان ما تعرفش ثغرات والتقنيات كيف تقدر تسوي الوثائق تاعك فإنك ستذهب إلى الجحيم، ويروحوا لك 100.000 أورو وما تقدرش حتى ترفض لاكارت ريزيدونس تاعك. ولذلك من المستحسن أنا شخصيا ننصح الناس باه ما يرميوش دراهمهم في فرنسا، هنالك كما يقولوا
تربصات دي ستاج، يقول لك كرياسيون دونتربريز. كومون كري اون انتربريز؟ كاين الكثير من المؤسسات اللي تعرض، وخاصه المؤسسات التربويه لي سونتر، كاين ميم كيما يقولوا لا شومبر دارتيزانال كيما يقولوا هنا في فرنسا، تقترح عليك دي فورماسيون دو 3 جور 4 جور كيف كومون كري اون انتربريز، ولكن يا با دو فورماسيون كومون كري او ميم طون اوبتونير اون كارت دو ريزيدونس. هنا اللعبه راهي هنا، كيفاه نكري ولا كيفاه نشري وكيفاه نقدر نتحصل على بطاقة إقامة في نفس الوقت. هذا هو السر الأكبر والأعظم في قضية الحصول على بطاقة. أنا شخصيا وجدت كما يقولوا انفورماسيون أونلاين، عبارة عن فيديوهات كما هذه الفيديو اللي شرحت عملية شراء ولا إنشاء مؤسسة أو شركة من البداية إلى النهاية، وكيفية والطرق والثغرات اللي تقدر تستعملهم لأجل الحصول على بطاقة إقامة. شرحتهم شرح مفصل، ولكن وضعتهم على أساس برنامج تكويني، وهذا البرنامج إلي أونلين. إذا كان سجلت لا كرياسيون دونتربريز في فرنسا، لا فورماسيون دونتربريز، لا كرياسيون دونتربريز في فرنسا تتراوح ما بين 600 أورو إلى غاية 1200 أورو. أنا في البرنامج اللي درته درت ان بري سامبوليك بور لي ولاد بلادنا الجزائريين تواس المغاربه، ودرت 150 اورو في الجزائر، تخلصها 30000 اورو، يعني بليتو 30000 دينار الجزائريين، 3 ملايين حنا نقولوا، وفي فرنسا تخلصها 150 اورو فقط لا اكثر ولا اقل. يعني درت لكم انفورماسيون دو كاليتي، فيها ثغرات، فيها تقنيات، فيها كل شيء بمبلغ رمزي. هذا المبلغ الرمزي اللي نطلبه ليس لاني حبيت ندير انفورماسيون بيونت، نو، كمشاركه في المؤسسه لاجل الاستمرار في العمل، لان المؤسسه نحتاج الى عمال، الى تقنيين، الى ذلك، دونك لازم يكون عندنا مداخيل، ولذلك نحن نعتمد على مبالغ رمزيه لاجل انجاح هذه العمليه. نقول لكم اذا كان مهتمين بهذا التكوين، ما عليكم الا الاتصال باحد الارقام الموجوده اسفل هذا الفيديو ليوضحوا لكم ويعطيوا لكم كيف تقدروا تسجلوا ويرسلوا لكم الدروس عن بعد. نقول لكم تحية طيبة وإلى لقاء جديد إن شاء الله.